طب بس يلا انت لما كلمتني وقلت لك الزمالك ظروفه الماليه لا تسمح انه يدخل في الصفقه بالحجم ده. طب يلا فاكر احكي انا لما قلت لك؟ طب يلا عشان انا عرفت منك اقول لك اخر بوقين وامشي يلا. تمام. عندنا رئيس النادي خد قرار بعوده سامي الشيشيني لمنصبه ومنصب المدرب العام، وكان ساعتها رئيس الزمالك بيقول لك ان سامي الشيشيني كان مشي عشان خايف من كورونا، بس احنا قلنا سامي الشيشيني مشي علشان قعد 3 شهور ما خدش مرتبه، مش هو بس، هو ساعتها وكان كابتنون وكل الجهاز، ولما كابتنون جدد عقده اتنازل عن جزء من فلوسه وخد فلوسه، وبعد كده صرفوا اجزاء لجهاز الفن المصري. المهم هو خد قرار بعوده الشيشيني، ممكن بكره يلاقي الشيشيني موجود في التدريبات، لسه يعني هيتصلوا بيه ويكلموه. عندنا نادي الرجاء طبعا المغربي اللي الزمالك هيقابله في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، اتصدر الدوري منذ ساعات قليله، الدوري المغربي فاز بهدفين دون مقابل على فريق حسنيه اغادير، وحميد احداد لاعب الزمالك المعار للرجاء تالق بصوره كبيره، وكان صاحب الهدف الثاني في مرمى حسنيه اغادير. طبعا حميد احداد مش هيشارك مع الرجاء في مواجهتي الزمالك في الدور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، لان الزمالك طالب 200,000 دولار علشان يوافق على مشاركه اللاعب حسب نصوص العقد اللي موقعها مع نادي الرجاء المغربي. عندنا عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق حمل كارتلون مساله عدم تحليل المكسب امام الاتحاد والتعادل في المباراه بهدف لكل فريق. قال ان كارتلون ارى المباراه غلط وقام باخراج محمد حسن واسلام جابر، وقال لك محمد حسن كان قايم بدور كبير جدا في وسط الملعب، واسلام جابر كان قايم بدور نشط جدا وكان افضل من اللي نزل بعد كده مكانه محمد ونجم. وقال لك ان لما محمد حسن خرج فرجاني رجع تاني لمكانه، وطبعا ما اداش بالصوره اللي كان بدي بيها المباراه، فده اثر على مستوى الزمالك، وشاف ان تغييرات كارتلون كانت من اسباب التعادل مع نادي الاتحاد. طبعا بنقول سلامات لمحمد انور مدافع الاتحاد السكندري، بعد ما عمل الاشعه من ساعات ثبت ان هو اصيب بكره في الرباط الصليبي، طبعا بنتمنى له التعافي. طبعا هو اصيب خلال مشاركته في مباراه الزمالك، طبعا بنتمنى له يجري العمليه على خير وان شاء الله يرجع بالسلامه. عندنا الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خد قرار بصرف 4000 جنيه لكل لاعب مكافاه على التعادل مع الزمالك، هو شايف ان التعادل مع الزمالك يعد بمثابه المكسب، لان الراجل بيقول لك انا عندي غيابات كتير جدا بالفريق، ومع ذلك اللعيبه كانوا رجاله، واللعيبه اللي شاركت قدروا يحققوا التعادل في اخر دقيقه وفي الوقت بدل الضايع ده بالاصرار وبالحماس وبالروح وبتنفيذ تعليمات الكابتن طلعت يوسف المدير الفني، فعشان كده كان لازم ان انا امنعهم المكافاه. عندنا بامبو ومحمد عنتر وامام عاشور دول مش هيكونوا موجودين في ماتش المقاصه، الزمالك والمقاصه يوم السبت المقبل ان شاء الله في الدوري. عنتر عنده اصابه في الاماميه، اما بامبو وامام عاشور وعواد دول خارج حسابات خالص كارتلون. يعني بامبو وامام عاشور ومحمد عواد الثلاثه دول الثلاثي كارتلون مدير فني طلعهم خالص بره حسابات. عندنا في حكم انجليزي اسمه ديرمونت جليجر، ديرمونت جليجر ده حكم انجليزي سابق علق على الدوري المصري، وشايف ان محمد حسن اكتر لاعب محظوظ في العالم انه ما اطردش في مباراه المصري. طبعا الناس كلها قالت ان محمد حسن كل كان لازم يطرد في مباراه المصري. نزل كمان اشاد محمد عادل حكم مباراه الزمالك والمصري، وقال ان ضربه الجزاء بتاعت فرجاني ساسي اللي الناس طلبت ان فرجاني ساسي عليه ضربه جزاء لصالح المصري مش ضربه جزاء، وشاف ان الكوره قبل ما توصل لفرجاني ساسي كانت فاول على لاعب الاتحاد السكندري. كمان اعتبر ان محمد الشناوي حارس الاهلي في مباراه انبي لم يرتكب اي اخطاء، وانه لعب الكوره بشكل صحيح، وان انبي ملوش ضربه جزاء زي الناس ما قالت ان انبي ليه ضربه جزاء. عندنا بن شرقي ونجم كابتنون عقد معاهم جلسه النهارده، ومن الواضح ان هو هيعتمد على الثنائي المغربي بمباراه المقاصه امام الزمالك، وانه بيجهزهم علشان يدفع بيهم في التشكيل الاساسي. شكرا على عندنا اتفضل. بقول لك شكرا، خلص بقى قرف كده. طب خلاص شكرا خلاص. عندك حاجه تاني؟ خلاص.
خلاص بقى، شكرا خلاص، انا كمان تعبت كفايه. شكرا شكرا، السلام عليكم. فكرتني بالاستاذ سمير صبري المحامي، كنت عامل معاه مكالمه فانفعل قوي وكسر الدنيا، وفي الاخر قال لي كفايه كده يا كلام، انا نفسي اتقطع. ده كان بيجري بقى مش بيتكلم. طيب في سؤالين جايين ممكن ناخدهم سريعا عشان ما نزعلش حد. لا اتفضل، لا اتفضل، تحت امرك، اتفضل. في اي خلافات او معلومات تخص ان في حلقه هتطلع لمرتضى منصور على قناه الزمالك قبل موضوع الجلسه العامه لمجلس النواب؟ لا مفيش اي حاجه خالص، وطبعا زي ما انت شايف كده رئيس الزمالك لا بيعمل مداخلات ولا بيعمل اي حاجه ولا بيعمل حتى فيديوهات، ومن واضح طبعا ان هو خايف ومرعوب من الجلسه العامه، لان طبعا غضب الناس وغضب الشارع عموما وجماهير الكوره خاصه بمختلف انتماءاتها من التجاوزات اللي هو قالها في حق رئيس النادي الاهلي، وطبعا لما معالي النائب العام كذبه وقال عليه ان هو كذاب في قرار النيابه العامه، فطبعا هو بالبلدي كده مستخبي. صح، مستخبي لابس الدوره لما يشوف ايه اللي هيحصل في الجلسه العامه، لان كمان الشارع غليان وان شاء الله هيستمر الغليان ليوم الجلسه العامه، وان شاء الله الجلسه العامه تستجيب للشارع. شكرا جزيلا. طب السؤال الثاني، في كلام بيتقال ان شيكابالا هيعتزل. بقول لك ايه، اطلب سمير عبد التواب. هتلاقي سمير عبد التواب دلوقتي مش فاضي، مشغول بانتخابات مجلس الشيوخ. معك سلام يا علوة. سلام يا باشا، سلام. شكرا جزيلا للاستاذ علاء حمام على كل هذه المعلومات. طيب خلينا بس ناخد تليفونين عشان عايزين نروح نطمنكم على موضوع المهندس شريف اللي زوجته عملت استغاثه بالامس، وماذا حدث في موضوعها بالضبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحية طيبة من عند الله عز وجل لحضراتكم ولكل متابعينا الأفاضل الأكارم الأعزاء. النهاردة عندنا يعني مجموعة من الأخبار، عندنا مجموعة من الأخبار التي تستحق أن نكون سويا. أكرر التحية، خلي بالكم حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا وحلقة تاريخية، حلقة الثلاثاء من دردشة كورة بلدنا مع عبد الناصر زيدان، الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. الموافق 21 من ذي الحجة 1441. بإذن الله تعالى تكون الأمور على ما يرام، والأخبار أخبار سعيدة للأهلوية في كل مكان، ومفاجآت مهمة للزملكاوية أيا كانوا في مصر أو في أي مكان في العالم. لأن النهاردة يعني الأخبار بتقول إن إحنا عندنا كم كبير من التفاؤل. إحنا بنقول مصر قادمة، بنقول بفضل الله الحق هيرجع، وما دام الحق هيرجع لازم تعرف يا صاحبي ان مفيش حق بيضيع وبدال وراءه مطالب، ومفيش حاجه بتضيع ما دام صوتك عالي، وعلي صوتك دايما بالغنى، لان لسه 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 الاغاني ممكنه، ومفيش حد هيقدر يسكت صوتك، ومفيش حد هيقدر يقول لك ما تغنيش، لان عندنا امل كبير ان احنا ناخد حقنا مهما طال الزمن. لو عايز تكون ايجابي زي ما اطلقت صفحه الاهلي اونلاين وارسل لي الاستاذ محمد الجبري، لو عايز تكون ايجابي في موضوع مرتضى منصور، الجلسه العامه يوم 17/8 هتناقش رفع الحصانه. عايزين تصعيد مش عايزين احباط، عايزين تفاؤل مش عايزين تشاؤم، عايزين كلنا نبقى ايد واحدة ونكتب ونقول لازم مجلس النواب يقول كلمته يوم 17/8. لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب ليس لها قرار ولم تتخذ قرار، وإنما هي توصية لا تغني ولا تسمن من جوع، والكلمة الفصل للجلسة العامة يوم 17/8.